على هامش جلسات الحوار الوطني بفعالياته المختلفة بجلساته المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية. دلوقتي معنا لقاء مع إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تقدمت النهارده كممثل عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين برؤيه في الجانب الاجرائي لقانون الوصايه على المال. كانت الاجراءات بتتلخص في مجموعه من التحديات اللي بيواجهها الوالي على المال والتوصيات اللي احنا نستطيع ان احنا نخرج بيها. كان بالنسبه لنا اول توصيه اتكلمنا فيها النهارده اللي هي فكره سرعه الاجراءات وعدم بطئها، بمعنى ان ما ينفعش يكون عشان يقدم الولي او الوصي على المال طلب ان يترد عليه في خلال شهر في امور ماليه بسيطه، فاحنا مش عايزين نزيد الطفل يثمن بعد وفاه والده بان احنا بنبطله الاجراءات في صرف مستحقاته. كمان اتكلمنا على فكره ان احنا محتاجين يكون في جزء مخصص من اموال القاصر تحت الوصايه، يعني هي موجوده في الوصايه بس يكون للولي حق التصرف فيها مباشره بدون الرجوع الى النيابه اللي هي المختصه لشؤون المال، ودي بنستخدمها في حالات اللي هي العلاجيه الحرجه زي مثلا ان طفل يحتاج ان هو يعمل عمليه الساعه 2 بالليل وهو لديه اموال، يعني هو والده ضارك له اموال، فهل ممكن ان احنا ننتظر او نخلي الولي اللي هو ممثل مثلا في الام على سبيل المثال ان هو يروح يستلف هذا المال عشان خاطر يعمل هذه العمليه؟ لا، فاحنا بنجنب جزء هو كده كده بيتم مراجعته في النيابه المختصه في الحساب الختامي. احنا محددين الفكره ان لازم تكون في حالات حرجه مختصه بحالات العلاج او تامين القصر نفسه، على سبيل المثال ان حصل حريق في المنزل اللي هو موجود فيه القاصر، فهل يصح ان احنا ما نامنش مكان للقصر ان هو يبقى موجود فيه في ذلك التوقيت؟ كمان اتكلمنا على سرعه الرد في حاله ما اذا ثبت للولي على المال عدم الاهليه، ان يكون عندنا رد سريع في عشان ده مصلحه القصر لان هو عديم اهليه وممكن يتصرف في ماله، ففي الحاله دي لازم يبقى في عندي رد سريع من الاجراءات. الدوله اتجهت الى التحول الرقمي واحنا سياسه الدوله كلها بتتكلم عن الرقمنه، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا محتاجين اجراءات استكمال لاجراءات التحول الرقمي اللي حصلت في 8 محافظات على مستوى الجمهوريه في المحاكم مختصة في 8 محافظات. احنا بنقول ان احنا عايزين نستكمل هذا الموضوع على مستوى الجمهوريه ومحتاجين ابلكيشن للست او الوزلي ما يطلبش الطلب ده من خلال الابلكيشن ويتم عليه الرد في خلال 24 ساعه لان ده امر ضروري وهام. كمان اتكلمنا على فكره ان بلاش نبقى اغلب الردود مهتمه بالهوى الشخصي للخبراء، لان هناك فروق اجتماعيه ما بين القصر وبين بعضيهم، في حد والده سايب له ثروه كبيره جدا وحد تاني لا، كمان فلازم يبقى في اليه للتقييم، يعني ما تخضعش للهوى وتكون في معايير.